واحد راح زيارة مستشفى الأمراض العقلية، لا واحد عمال يشد في شعره ويضرب دماغه في الحيط، بيسأل الدكتور بيقول له ماله ده دكتور؟ قال له مسكين كان بيحب واحدة ما حصلش نصيبه ما اتجوزهاش، اتجنن في عقله جراله جراله. دخل عنبر تاني لا واحد قالع الجزمة عمال يضرب نفسه على دماغه، سأل الدكتور وده ماله برضه يا دكتور؟ قال له ده بقى اللي اتجوزها. ده واحد بلديات يطلق مراته عشان مش عارفه تغسل له مناديل الكلينكس. واحد صاحبي دلع على الجلابيه بتاعته شاي علشان يبقى اسمها تي شيرت. واحد بلدياتي كل مكرونه نور بقه اتكهرب. زي واحد مسطول النور اتقطع في شقته نزل يشتري بسكوت الشمعدان. واحد بلديات ركب اسانسير عمل حادثه في الدور الثاني. واحد صاحبي اتجوز على مراته طلعت هي هي. مراته ما بتخلفش، قالوا له يا راجل ده عايزه تشوف منظر وحش وتتخض علشان تخلف، راح واخدها لغايه برج القاهره سابها تحته طلع رمى نفسه من فوق. أربعة بلدياتي خطفوا رقاصة شاوروا تاكسي أربعة راكب ركبوا هم وسابوها. سبعة بلدياتي اشترى عربية تاكسي بجو خايفين للسواق يخمهم، السبعة بقى يركبوا معاه. لما لقوا العربية ما بتجيبش إيراد غيروا السواق. زي واحد بلدياتي حب يطخ مشوار استخبى له في الدورة. واحد بلدياتي حب يعيش في هدوء شغل شريط تسجيل فاضي. اخوه عجبه الشريط خده منه وسجله. البوليس امبارح قبض على اتنين بلدياتي بيشموا اسمنت ابيض. زي واحد صاحبي اشترى فيديو وبعد بنته تجيب له فيلم جابت له العار راح قتلها. واحد بلدياتي بقى صاحبي حب يغرق ابنه خرم له المايوه. زي واحد بلدياتي اشترى 2 كيلو عنب بناتي قاعد يبوس فيهم. أربعة بلدياتي دخلوا النار طفوها. ده واحد صاحبي بقى بياكل بإيديه الشمال. قالوا له اللي بياكل بايديه الشمال يبقى الشيطان بياكل معاه، راح حاطط سم في الاكل. زي بلدياتي ده بقى راح زياره لجنينه الحيوانات، راح مدخل دماغه جوه القفص بتاع الاسد، الحارس بيقول له بتعمل ايه يا بني ادم؟ قال له ايه هناكله؟ زي واحد صاحبي اشترى تاكسي طول ما هو ماشي في الشارع الناس تقول له تاكسي، قال لهم ايوه تاكسي. وده بقى واحد بلدياتي دخل فندق كبير لقى مضيفه حلوه واقفه، جه في ودنها قال لها حياة والدك يا مدموزيل لو سمحت تقول لنا انت ولدت فين؟ قالت له من الناحيه الثانيه، جه في ودنها الثانيه قال لها انت ولدت فين؟ زي واحد بلديات لقى مصباح علاء الدين بيدعك فيه موت العفريت. وده واحد بقى عمده كبير قوي في عيد الام جاب له امه ازازه كولونيا تاني يوم لقى حاطه منها على الفول. زي واحد صاحبي بقى ده صاحبي قوي عربيته اتسرقت راح يعمل محضر في القسم، قال للظابط حياة والدك يا بيه لو سمحت العربية اتسرقت وعايزين نعمل محضر. الضابط سأله قال له رقم العربية كام؟ قال له 6699 قول 7000. تعالوا بقى بينا نسمع النكتة دي ونفكر فيها شوية. ده واحد من البلديات ماشي في كوبري 6 اكتوبر فلقى ناس كتير ملمومين فوق كوبري ورافعين اعلام بيضاء وحمراء زي بتوع الاهلي والزمالك وعمالين يهتفوا ويزعقوا فوق كوبري ويقولوا
هاري داي هاري داي هاري داي هاري داي. قال ده بان عليهم شويه مجانين، سابهم وراح الشغل. معدي بعد 6 7 ايام لقى الناس دي برضو لسه واقفين على الكوبري ورافعين الاعلام البيضاء والحمراء وعمالين برضو يهتفوا ويزعقوا ويقولوا هاري داي هاري داي هاري داي هاري داي. قال لازم اعرف ايه حكايه هاري داي. نزل سال واحد منهم، تعال انت ايه حكايه هاري داي دي؟ قال له احنا هنشجع هاري داي ولد عمي. قال له مين؟ قال له هاري داي ولد عمي هنشجعه. تعرفوش؟ قال له لا ما اعرفوش. ويا ترى بقى بتشجعوا هاري داي على ايه؟ قال لي يا فندم انت تقدر تنط من على كوبري 6 اكتوبر وتنزل في الميه؟ قال له ايوه اقدر انط من على الكوبري وانزل في الميه. قال له تقدر تقعد تحت الميه قد ايه؟ قال له اقصى حاجه يعني 3 دقايق او 4 دقايق. قال له هريدي بقى ولد عمي بقى له 11 يوم تحت الميه مش راضي يطلع. ميمي وسوسو اتنين اصحاب خنافس قوي قابلوا بعض. واحد منهم بيقول للتاني ما ادريتش اللي حصل يا ميمي. قال له لا ايه اللي حصل يا سوسو؟ قال له دي كانت خناقة كبيرة قوي اتنشرت في الجرايد. قال له معقولة؟ قال له اه. مش عماد كان ماشي في الشارع وبعدين ايمن دخل بالعربية بتاعته من جنبه سريعي سريعي طرطش على البنطلون بتاعه شويبسي. قال له هما بيرشوا في الشارع شويبسي. قال له سودا ليمون كمان يا اخويا ونزلوا اتخانقوا مع بعض. عماد تف في اللبانة في وش ايمن عمل له جرحة عند حواجبينه وقعد يضربوا بعض بالكريم شانتي. وده يقول لي ده خد يا بوبي يا ابن البوبي. التاني ما سكتلوش قال له انا بوبي ابن بوبي والله لا سيح دمك بغزل البنات يلي باباك مش باباك. خد معدي مدحت لقاهم هايسين. راح مدحت مطلع عصاية الاستيك وقعد يضرب فيهم. امبوليس النجدة محاصر المنطقة بالكلاب اللولو والقاضي حكم عليهم ب 15 يوم يكسروا بسكويت.